ارحب بالمنتج حسين جابر، منتج برنامج عرب ايدول، معانا في بوابة اخبار اليوم. مساء الخير ومساء الخير لكل المشاهدين. اخبار اليوم بنبارك لكم النهارده على انطلاق الموسم الثالث من برنامج عرب ايدول، وعايزين نعرف ايه اهم ما يميز الموسم الثالث عن باقي المواسم السابقه. الموسم الثالث اللي بيميزه انه صار اكبر، خريطه الانتشار تبعت عرب ايدول اكبر. كنا من 7-8 بلدان نروح نزورها بالسنه، صرنا 12 بلد رسميا. اللي غير رسمي هو عدده أكبر بكتير من هيك. يعني نحن قبل ما ننطلق بالسفر عملنا رحلة بحث عن المواهب، الأماكن اللي نحن عادة ما بنروحها مثل السودان، الصومال، اليمن. عملنا بحث، فريق صغير بلش يشتغل يدور يشوف وين في مواهب لحتى نقدر نجيبهم على البلدان الكبيرة اللي نحن بنروحها. سو الخريطة صارت أكبر بكتير، يعني المشاهد رح يحس بنكهات الغناء العربي، نكهة جزائرية، المصرية، الشامية، الخليجية. صارت الخريطة أوسع بكتير من قبل. نرحب بالفنان والمطرب أحمد فهمي معنا في بوابة أخبار اليوم. ازيك، أخبارك ايه؟ وأهلا بكل المشاهدين أخبار اليوم. مبارك لك النهارده على الموسم الثالث من عرب ايدول، وعايزين بقى تكلمنا عن مشاركتك في البرنامج، وده بيعتبر تاني موسم بالنسبه لك كمذيع للبروجرام. والله انا مبسوط بالتعاون مع ام بي سي لتاني مره، يعني مع ان انا هقول لك على حاجه، يعني انا كان في البلان بتاعتي ان انا هو عامل سيزن مره واحده، وان انا لان انا مش يعني مش في دماغي ان انا اكون مذيع قوي، بس اللي انا عايز اقول لك ان حصل زي ما تقولي كده ود بيني وما بين إدارة ام بي سي في ان احنا نعمل سيزن تاني مع بعض، وانا حبيت البروجكت يعني نفسه، يعني فكرة ان بتعامل مع المشتركين، عندي يعني زي ما بيقولوا مساحة ان انا اعرف اطلع حاجة من حاجات من شخصيتي الناس ما بتشوفهاش سواء في التمثيل او في الغنى. فبسطت بالمشروع يعني، والحمد لله. يعني يمكن انا وإدارة ام بي سي لمسنا نجاح معين مع بعض في السيزن اللي فات، وان شاء الله نعمله كمان السيزن ده، فان شاء الله خير. يعني نتعرف بيك. اسمي طارق. منين؟ من المطرية. ايه سبب اختيارك لبرنامج عرب ايدول؟ بصراحة يعني لقيت فيه مصداقية اكتر عن البرامج التانية، وبالذات ان انا بتابعه دايما، وطالع منه كارمن سليمان اللي بحبها جدا. بس زعلانة علشان ما اشتركتيش في الموسم السنة؟ زعلانة جدا طبعا، كان نفسي اقدم، وخاصة ان انا قريبي كان مقدم في موسم كارمن سليمان اسمه اسامة كريم، بس فهو حكى لي عن البرنامج والموضوع وقال لي فيه مصداقيه جامده جدا، بس هو ربنا ما سهلش معايا يعني. قبلت كتير في رسولي عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي امير. قبلت كتير في رسولي عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي امير. مانيش رايدة مانيش رايدة ومانيش رايدة الا هو، مانيش رايدة. هتعرف بيك؟ وسام مصطفى من ليبيا. انت قدمت خلاص في عرب ايدول ولا لسه؟ لسه ان شاء الله، بكره ان شاء الله باذن الله. ايش معنى اخترت برنامج عرب ايدول اللي انت تشترك فيه؟ انه متميز بالاصوات الحلوه، وطبعا مش اي حد يمكن يختاروه في عرب ايدول، ان الاصوات لازم تكون معروفه وتكون لها، ويكون يعني الفنان اللي بيغني لازم يكون مطرب، ويكون صوته مصقول ومساحه صوته تكون حلوه، ويكون عنده جوابات، ويكون يعني فنان بمعنى الكلمه عشان يربح في برنامج عرب ايدول. عرب ايدول مش اي برنامج سهل يخش مشترك يربح في عرب ايدول، لازم يكون صوت يعني نجم. يمكن كل نجم متغربين احنا، متغربين تجري السنين السنين، واحنا جرح السنين. تعرف عليه؟ فارس فهمي عبد الحميد. منين؟ من القاهره. ايه النهارده بقى عرفت تسجل اسمك في المسابقه ولا لا؟ لا والله انا حظي يعني كان وحش، لان انا كنت انا جيت بدري جدا، وحتى والله هم الناس هنا محترمين جدا، يعني قعدوا يقولوا لحد الساعه 9:30 بالظبط، قعدوا يا جماعه لو في حد من المتسابقين واقفين بره عايز يخش يلا اتفضلوا، فلما لقوا خلاص ما فيش حد تاني قالوا خلاص اقفل الباب.
وهما صراحه يعني كان في نزاهه جدا النهارده في اللي. كنتش عارف السن المحدد اللي هو بيتقدم للمسابقه؟ لا ما كنتش عارف، لان هما في الاعلان ما ذكروش موضوع السن ده. يا دايب في النسيم وساكن في القمر، جمالك الوسيم معلمني السهر. يا دايب في النسيم وساكن في القمر، جمالك الوسيم معلمني السهر. يا سيدي معلمني السهر.